يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء، طلبة الصف السادس الإعدادي. عيني، جيناكم اليوم المراجعة الوحدة الثالثة. راح نسوي مراجعة للوحدة الثالثة. خليكم ويانا، خلصنا المراجعة الوحدة الأولى والوحدة الثانية، وهسه الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة أول موضوع بيها اللي هو job definition، اللي هو تعريف المهن. أوكي، يجين بالوزاري بالسؤال question 2، ومرات يجيني هم مع الماتش يجي عادي. وهسه نشوف الموضوع مال الماتش مالته. هذا الموضوع عندي ذن أدوات تعريف تجين بداية الجملة، اسم المهنة زائد السمن هو. أوكي، هاي يجيبها من قلبك، اسم الله على قلبك. وفعل بي اس نسمي الشخص ثالث. انتبه لي. اوكي تمام، هاي المهنه اذن كنت تلقاها بالجمله المعطيني اياها بالوزاري، هاي من اللي هنا نلقاها بالجمله المعطيني اياها بالوزاري، بس هاي نجيبها من قلبك. خلينا نحل اول وحده. ديفاين ضروري اعرف هاي ومعناتها، قال لي اعرف. ديفاين اعرف، شنو اعرف لك؟ ا تيشر، هاي الا نفسها هاي نقصته. اعرف لي التيشر، ويعطيني بين قوسين تيش بوبلز. اوكي، حسب القاعدة اجيب الاي واخليها. جبت الاي خليتها، بعتها اسم المهنة، هاي اسم المهنة تيتشر خليتها، بعتها سمن، هاي من قلبي السمن هو، او a person هو is a person هو، يعني يا اما سمن يا اما person. اوكي، السمن هو teach، شنو قلنا؟ اس الشخص الثالث، teach bubbles in school. اوكي، نمبر 2 قال لي define hotel manager keep the hotel raining. اوكي، a hotel manager جبناه وخليناه بالبداية اللي هي المهنة، مدير الهوتيل الفندق. is a person who. اوكي، وصلنا للفعل، فعل مجرد هنا راح يعطيني s the hotel raining. اوكي، وذن كلهن على هذا المنوال حتى لا يطول. هذا الموضوع سهل جدا. اوكي، وتكيف اذا يجي. نجي الحين لنا واحدة اثنين هنا. اوكي، define in architect. اوكي، مطيني use design buildings. اوكي، اجيب ال in هاي architect. اوكي، واجيب شنو بعد من قلبي؟ اجيب is someone، is someone who. اوكي، designs it designs buildings. اوكي، is someone who، فقط هاي اجيبه. اوكي تمام، ناخذ خمسة. define a nurse، قال لي define، قال لي عرف. شنو اعرف لك؟ a nurse، تيجي تقول a nurse is someone who. اوكي، منطيني حتى بالجملة منطيني بها s، هاي وزارية جايتني بالعشرين. اوكي، اقول someone who looks، طبعا هنا اول واحدة looks. اوكي، سهلة ذن، ما اعتقد بها صعوبة، سهلة حتى لا يطول علينا الفيديو عليكم. تمام، هذا المهم يجيني ماتش. اوكي، هنا ماتش وصل. jobs and duties واجباتهم، المهنة واجباته. architect design buildings، architect design buildings يصمم المباني. اثنين، cameraman operates the camera for films or TV programs، اللي هو الرجل الكاميرا اللي يشيل الكاميرا، هو اللي يشغل الكاميرا او يسوي لنا فيلم او يصور لنا برنامج. engineer design and build، يصمم ويبني machines
engineering. So flight attendant اللي هو مساعد بالطائرة looks after passengers on a plane على الطائرة, يتابع المسافرين على الطائرة. journalist okay writers الجورنالست اللي هو الصحفي. writers articles يكتب مقالات. for newspapers and magazine إلى المجلات والجرائد. lower number 6 lower gives advice ينطي نصيحة to people about the law للناس حول قانون. give advice to people about the law ينطي نصيحة للناس حول القانون. lifeguard اللي هو المنقذ is responsible for the safety of swimmer اللي هو هذا lifeguard اللي هو يصير على الشاطئ اللي ينقذ ذولي الناس اللي يسبحون. responsible مسؤول for the safety of okay pilot number 8 pilot flies a plane يطير بالطيارة. plumber fixes and install pipes of water okay اللي هو نسميه pipe fitter يفيكس يصلح and install وينصب pipes of water بايبات مال الماء. 11 11 secretary does general office work يعمل في مكتب يعني في شؤون المكتب. tour guide shows tourists around tour guide اللي هو الجايد نسميه الدليل السياحي او المرشد السياحي. shows يرى tourist سواح around يفرفرهم. اوكي نجي الاهم موضوع اللي هو conditionals الاف الشرطيه. اف الشرطيه عندنا zero conditional وعندنا first conditional عندنا second conditional عندنا third conditional. اوكي راح نبدا بالاف الشرطيه الصفريه الحاله الصفريه. الحاله الصفريه قاعدتها فاعل زائد العفو اف جملتها مضارع بسيط. اوكي هنا طبعا هي خلينا اشرح لكم جمله الاف. جمله الاف متكونه من جملتين, جمله اولى جمله الشرط, جمله ثانيه قاعده الشرط متكونه من جملتين. اف فاعل زائد مضارع بسيط والجملة الثانية أيضا بالمضارع البسيط. تستخدم هاي أوكي هنا ثلاثة تستخدم الشرطية الصفرية للحديث عن الحقائق العامة. عن شنو تستخدم الحقائق العامة؟ أوكي والجداول الزمنية والروتين اليومي. So بما أنها مضارع فإذا كان الفاعل مفرد يجب أن نضع له ES أو S, أما إذا كان الفاعل جمع لا نضيف له أي شيء. 2 إذا الفعل B مع المضارع البسيط نستخرج منه S و AM و R. إذا الفاعل B مع زمن المضارع نستخرج منه S و R و AM. أوكي نحول الهاف إلى هاز, نحول الهاف إلى هاز إذا كان الفاعل مفرد أو أحد ضمائر المفرد. أوكي نجي نحل هنا. طبعا مطين هنا فعل وهنا فعل بين قوسين اثنين نريد شغل عليهم, وهنا مطين زيرو كونديشنال مطين المطلب اللي يريده هو. أوكي فنجي ونقول الحل إف أوكي هي looks اوكي خلينا اس هنا ليش؟ لان الفاعل هذا مفرد وياخذ اس سمي اس الشخص الثالث on the icon. اوكي خلالي هنا كما بدال بالجملة الثانية, هاي جملة اولى بيا زمن مضارع بسيط, الجملة الثانية بيا زمن
مضارع بسيط بيا حالة حالة صفرية. خلي ببالك حالة الصفرية فين بالمضارع البسيط. اوكي اما يعطيك اياها هنا اما هسه نشوف الجملة شلون اعرفها اذا صفرية. زين ذا كمبيوتر، كمبيوتر مفرد لو جمع؟ لا مفرد، فاقول ذا كمبيوتر. اوكي الفعل هنا راح اخلي له اس، سيف اس. ليش؟ لان مضارع بسيط وبالمضارع البسيط الفاعل اذا مفرد الفعل نخلي اس. وكمل الجمله. سو نمبر 2 نقطه 2 اف يو نوت واتر، واتر طبعا هنا معناها يسقي. اوكي ذا بلانت ات دايس دايس. اوكي هنا شنو قال لي؟ قال لي كوركت، صحح اصحح لك. زين انا ما اعرفه زيرو لو فيرست لو سكند، لا هنا تعرفها شلون استاذ اعرفها؟ اوكي عوفك من الجمله الاولى يريد الشغل بيها، الجمله الثانيه بعد الكوما شوفها بيا زمن، هاي مضارع بسيط شلون عرفتها؟ عرفتها من الاس. اوكي خلي اقول لكم المضارع الفيرست كونديشنال الثانيه راح يكون بها ول والفعل وراه يجينا مجرد. اوكي فاذا شفت ول لا مو زيرو كونديشنال غير شيء. ف هنا اجي واقول هاي الجمله راح تكون مضارع بسيط اللي هي زيرو كونديشنال اف يو. اوكي هنا عندي نفي اف يو don't اللي هاي don't بالمضارع البسيط تصير water the plant. خلي كوما وتكمل الجملة الثانية ما بيها شيء. اوكي هنا قايل لي zero conditional هو منطيك، ليش؟ لان هنا بيها مشكلة وهنا بيها مشكلة فما اعرف يا اف هاي ما عندي علامة تدل لي على اف الأولى الثانية الثالثة. فأقول if she. أوكي she شي يصير لي هنا الفعل نضيف له s، بس انتبه هنا y انقلبه إلى i ونضيف es hard. خلينا كوما she passes the exam. أوكي so هنا نجي لهاي، عندي هنا مشكلة وهنا مشكلة بس قايل لي هنا zero conditional البي شي يصير والبي شي يصير هنا. اوكي if I وعندي بي البي يتحول الى am late اكمل من بعد الكومة my father مفرد لو جمع؟ لا مفرد، فالمفرد شنو ياخذ؟ راح ياخذ is، فهنا بس يصير is وهنا يصير am. هاي حالها. اوكي نجي للحالة الشرطية الأولى. الحالة الشرطية الأولى شوية متقدمة عن هاي، نفسها بالاف تجينا مضارع بسيط والاف معناها إذا، وشارحينها بالجملة بالعفو بالقناة إذا أداة شرط، إذا هسه النتيجة راح تكون بالمستقبل. اوكي فمضارع بسيط الجملة الثانية اللي بعد الكوما راح تكون مستقبل بسيط، والمستقبل البسيط يا اما بي ويل يا اما كان يا اما مي. اوكي هاي نسميها فيرست كونديشنال، فيرست كونديشنال. اوكي نمبر 1 اف ات بي سني تومورو اي ويل، شنو عندي؟ ويل. اوكي بالوزاري هاي جمله وزاريه قال لك كوركت، شلون اصحح؟ عندي جمله اف والاف اربع انواع، زين منو اخذها؟ شيك شفت الول قلت ما دال ول هاي الاف الشرطيه الاولى فيرست كونديشنال اف الشرطيه الاولى، شنو قاعدتها؟ قاعدتها اما الاف تكون بالمضارع البسيط وهاي بالمستقبل، فهاي عندي بالمستقبل منتهي منها، نجي هنا ناخذ اف ات. اوكي البي شو تصير؟ ات مفرد لو جمع؟ مفرد، راح تصير از. اف ات از ثاني تومورو
كومو اي ويل، وتكمل الجمله ما عندنا مشكله بيه. سو نجي لهاي الجمله وقال لي كوركت، خلينا نشوف شنو بيه. عند الفعل بيه مشكله هنا، وهاي الجمله صافيه الاولى. ما دام الجمله صافيه راح اعتمد عليها. If you come around، كم يا زمن مضارع بسيط. اوكي فاعل جمع وهذا فعل مجرد فمضارع بسيط. هاي الجمله ما بيها شيء، اقول اي اوكي اي ويل هيلب يو واكمل الجمله. اوكي نجي نمبر 3. اف هي نوت وعندي جيت معناته من فيه. اوكي وهنا عندي بي وريت فيرست كونديشنال. اوكي فيرست كونديشنال من عرفتها تهون السالفه. اوكي عندي هي هنا اقول اف هي اللي هي منفيه تصير دازنت، والجو الجيت تبقى نفسها جود مارك. اوكي هيز فادر اوكي ويل ويل بي تبقى مجرده ويل بي هابي، وكمل الجمله. اوكي عندنا هنا مهمة الانلس، استخدامات الانلس ملاحظة مهمة. الانلس تكون حيث تكون انلس عكس جملة اف، بمعنى اذا كانت الجملة مثبتة تكون انلس منفية والعكس. اوكي هسا عندي هاي هنا شنو الجملة منفية. اوكي مطيني الجملة قايل لي انلس، اجيب الانلس بدال الاف واخليها هي، واحذف النفي وستديز ترجع الأصلها يعني فاعل مفرد ياخذ اس هارد. هي ويل فيل ذس يير، راح يسقط هاي السنه. لوسي كانت باي نيو، عند الاف هنا قال استخدم انلس، اجيب الانلس وانزلها ان انلس معناتها ما لم الانلس. شي هاي نفي اشيلها، الهاف ترجع الى هاز اناف ماني. اوكي لوسي كانت باي كار، لوسي ما تقدر تشتري سياره لس هاف ماني ما لم تكون عندها فلوس. سو نور جو تو ذا شوب تومورو. اوكي وونت بمعنى ويل، ويل نوت هاي منفيه هنا، وقال لي كوركت. هذا ال will not مضارع بسيط، أو هنا مستقبل فهي راح تكون مضارع بسيط. if نور if نور go تصير goes the shop tomorrow، خليكم هنا وأنسى الجملة كما هي. أوكي number two if I see or saw him and the will، ما دام عنده will الجملة لازم تكون بالمضارع البسيط، جملة if أقصد بالمضارع البسيط، فهي سي راح تكون بالمضارع البسيط. if I see him أنا لو أشوفه، إذا شفته I'll أو I will tell him your news، راح أخبره كلامك. أوكي هاي تقدرون تحلون هذين الجمل. هنا اختيارات، ما دام عندي هاي مضارع بسيط راح اخذ will. اوكي نجي نمبر 2 النقطة الثانية. نمبر 2 if I be a pilot nobody would fly with me، قال لي correct بس عرفتها انا second conditional. منين عرفتها؟ من ال would. اوكي if I اوكي هاي بالماضي، هاي ود هاي بالماضي راح تصير هنا was. اوكي نوضحها، راح تصير was a pilot. اوكي nobody would fly with me، خليكم هنا وخلي نقطة. اوكي if I were you I were you، لو كنت مكانك طبعا هنا ال I، إذا أجتني هذا المقطع في I where you، إذا أجاني مثلا إجاني if
B sorry if I B I B وهنا U فهذا ال B مو يصير was مثل هذا راح يصير هنا where okay if I were you الجملة تنزل نفسها اوكي المطلب هنا قال لك correct انا عرفتها second condition لو نيا عرفتها من الوير ماضي فيقول I would or could travel around the world if I were you لو كنت مكانك I would travel around the world اوكي تذكر في حالة النفي نضع أداة النفي نوت على الفعل المساعد راح ناخذ لنا نقطة نقطتين منها ونشوف اوكي if I have حلينا واحدة مثلها عوفها اوكي هنشوف ان نقطة بها نفي so هنا اختيارات اوكي بالاختيارات من اريد اختار اتشيك الاف اوكي اتشيك الجملة الثانية بعد الاف شنو لقيت بها لقيت could بمعنى يا زمن ماضي بالماضي اخذ had اوكي هنا الاف جت من نص الجملة فما عنده مشكلة نفس الشيء I would اكمل هاي واوصل للاف my friends say يصير sad اوكي واكمل الجملة نعبر هاي وهاي نقاط لكم طن حلوها علموا عليها اي مساعدة تحتاجون تقدرون تراسلوني هذا التمرين مهم اوكي نجي هسه نروح للثيرد كونديشنال ثيرد كونديشنال اوكي ثيرد كونديشنال اللي هي اف الشرطيه ثالثه اف الشرطيه الثالثه شلون قاعدتها هاي اوكي مع الشرط الثالثه فعل الشرط يكون ماضي تام ماضي تام جواب الشرط يكون مستقبل تام ماضي تام بمستقبل تام اوكي الفعل بي يعامل كفعل رئيسي الفعل بي يعامل كفعل رئيسي مع فعل الشرط وجواب الشرط يعني شنو الفعل الرئيسي يعني اوكي البي يتحول ممكن تصريف ثالث قاعدة الجملة طبعا المضارع التام او الماضي التام الماضي التام الماضي التام قاعدته اف فاعل هاد زائد فعل بالتصريف الثالث طبعا الهاد have has دائما فعل اذا اجى وراه يكون past participle بالتصريف الثالث اوكي if فاعل had زائد فعل بالتصريف الثالث الجملة الثانية تكون فاعل would او could او might زائد have زائد فعل بالتصريف الثالث هنا عندنا had فعل بالتصريف الثالث وهنا have فعل بالتصريف الثالث اوكي نمبر 1 if I see him yesterday I would have told your news told your news قال لي correct جيت شفت بها would اوكي وشفت have وشفت فعل بالتصريف الثالث third conditional لازم يكون بيها ثلاث شغلات واحد اثنين ثلاثة بالجملة الثانية الجملة الأولى ايش راح تكون if I had seen him كمل الجملة كما هي اوكي if نور not gate so طان الجملة الثانية وقال لي he wouldn't اوكي عندي واحد وهاب عند بين اللي هو فعل البي صار بين هنا اوكي كمل الجملة وقال لي correct the sentence اجيب اقول هاي الجملة صح هي ما بيها شيء
الشغل وين راح يكون هنا؟ اف نور هادنت جوت. وخليكم اكمل الجملة، قال ما عندي اي مشكلة بي. اوكي، جملة الاف ناخذ هاي، وين اجت هنا؟ بالنص. جملة الاف بالنص، وراها شنو يجيني؟ يجيني ماضي تام هاي الهاد. اوكي، وهذا فعل ثاني بالتصريف الثالث. اوكي، بمعنى هنا شو ريته؟ ريته مستقبل تام. وي كودنت هاف، وراها فعل بالتصريف الثالث اللي هو ايتن. انزل الاف واكمل جملة، ما عندي بها اي مشكلة. اوكي، وهاي النقاط. هنا عندنا نفي 1 2 3، وعند الاف هنا. اوكي، مطيني وير وقال لي كوركت. شلون عرفتها ثيرد كونديشنال؟ عرفتها من هاي وهاي وهاي. اوكي، فاقول اف هاي ما بيها شيء تنزل، اف شي اوكي هاد اي وورن. اوكي، وهاي امثله يقدرون تحلونها. اوكي، نجي لهذا التمرين مهم جدا اللي هو ماتش وصل، ويجيني كويستشن 3 فرع بي. اوكي، سو اي كان جيت سليب تو سليب، ما اقدر انام اف اي درينك ا لوت اوف كوفي. سو هاي ترجمتها موجوده، اف اي لند ماي براذر سي ديز، اذا انطيت او عرضت لاخوي السي دي مالتي. He always loses them. دائما يضيعهم. Okay, number 3. If you work in marketing, your job is to encourage people to buy. عملك راح يكون تشجيع التسوق، يعني الناس للتسوق. If you are good at language, you can be an interpreter. لو جيد باللغة يمكن تكون مترجم. My parents get worried. والدي يقلقان. If I come home late. إذا أجي للبيت متأخر. So number 6. You need to improve your English. You need to improve your English. If you want to study in Britain. You need to improve your English. يحتاج تطور من اللغة الإنجليزية مالتك. If you want to study in Britain, إذا تريد تدرس بريطانيا. Food goes bad unless you keep it in the fridge. هاي جاية 2014. Okay. 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 So, نجي للreported speech. Reported speech يعني ما أدري هذا، أقلكم عفو، أقلكم قرو، سهل بس يراد له تركيز. أوكي، reported speech، خلينا نشوف النقطة ونشرع عليها. أوكي، خلينا نأخذ هاي النقطة. For example، النقطة الثانية، ينطيني جملة وقال لي reported question. reported question، reported question هو نقل السؤال. عندنا سؤال حكي مباشر وحكي غير مباشر، كلام مباشر وكلام غير مباشر. اوكي، اريد نقل السؤال هنا، نقل السؤال. طبعا احنا عندنا به هواي حالات نقل السؤال. اوكي، شارح انا هذا الموضوع على اليوتيوب كامل، اذا ما هنا راح اشرحه على عجل، اذا ما فهمت تقدر تروح للقناة تلقاه موجود بصندوق الوصف او تلقى بقوائم التشغيل، قوائم التشغيل يونت الثالث. اوكي،
طبعا عندنا جملة هي ما دام سؤال، السؤال راح يبدي لي يا اما بفعل مساعد او بأداة سؤال. تمام، الجملة بيمن الجملة الاستفهامي بين تبدي يا اما بفعل مساعد يا اما بأدوات سؤال. اوكي، نحول فعل المساعد الى اف، مو نحوله وانما نشتق من اف، وتكون أداة ربط بين العبارتين. اوكي، بس خلوا ببالكم اذا بدا فعل مساعد وذين الافعال المساعده نشتق منه اف، وتكون اداه ربط بين من بين عباره الاسك اللي عندنا بها اسك تو وبين الكلام المنقول. اوكي، الثانيه 4 افعال العمل دو والدز والدد تحذف وتحول الى اف. اوكي، بدل منها مع مراعاه تغيير زمن الجمله ان وجدنا. اوكي، اما اذا بدات الجمله باداه سؤال مثل هذين شو نسوي هنا؟ فعند الجواب تنزل هذه الادوات وتكون اداه ربط بين جمله الاسك والكلام المباشر. اوكي، بهذا الزمن نحول الازمنه الى زمن اقدم، نحول الزمن الى زمن اقدم من مضارع بسيط الى ماضي بسيط، من مضارع مستمر إلى ماضي مستمر، من مضارع تام إلى ماضي تام، من مضارع تام مستمر إلى ماضي تام مستمر، من ماضي بسيط إلى ماضي تام، من ماضي مستمر إلى ماضي تام مستمر. أوكي، هنا لازم أحول زمن الجملة، شلون أحولهن؟ خلينا نشوف هنا، أو هاي عندنا نقطة هنا. نمبر 1 He asked me. اوكي، هاي عندنا الاسك، قلنا جملة الاسك. شنو عندي هنا؟ عندي هنا وير، الوير قلنا راح تصير اداة ربط وترجع الجملة مثبتة. فيقول هاي جملة الاسك تنزل كما هي، الوير تنزل اداة ربط، دو هاي تنحذف. اوكي، اليو تتحول الى اي، وحول زمن الجملة الى زمن اقدم، هاي مضارع كانت هسه صارت ماضي. نزلت هاي الجملة كما هي، الوير نزلت هم ايضا، الدو تنحذف، اليو حولناها الى اي، والفعل حولناه الى الماضي. اوكي، اذا كان مفعول به مع الجملة مع جملة اس هير يتحول الى شي. شي اسك هير وير ديد، يا زمن ماضي. You live. ثاني question. اوكي. Okay. He asked her. هو سألها. Where نزلت نفسها. She had lived. ليش خلينا had؟ لأن الزمن ماضي. لأن الزمن ماضي. Okay. أما إذا كان المفعول به بعد ال ask him يتحول إلى he. The teacher asked him, have فعل مساعد, you finished your homework. The teacher asked him, ال had فعل مساعد، المن تحولت؟ تحولت إلى if. اوكي، بعدها have ترجع هنا الأصلها، بس شو تصير؟ تصير ماضي، ليش؟ هنا جملة سؤال، نحولها إلى جملة مثبتة. had finished the homework. بس اذا ما حافظ الازمنه راح تصير عليك كارثه هاي وما تفتمشي. اوكي، نجي نمبر 4. علي ask me will you come to my party. تحويل صفات الملكيه من your الى me او her او his حسب فاعل موجود في السؤال. اوكي، تصير علي ask me هذا فعل مساعد نحوله، مو نحوله، نشتق منه if. I هذا ال will نرجعها الى الماضي، شو تصير؟ would. اوكي، يعني بس اخلي قدامها if وهذا ال you احوله الى I اجيبه هنا. come to my تصير his party.
ليش؟ لازم تفهمها. ليلى asked me، سألتني، did you fix my mobile؟ أنت صلحت تليفوني؟ هي سألتني، صلحت تليفون من؟ تليفون مالها هي. صير ليلى asked me if I، هي يا زمن ماضي. أوكي، هذا جبنا طلعنا منها if I الماضي تتحول إلى ماضي تام. I had fixed her mobile phone. Okay. The teacher asked me, has Ali finished? The teacher asked me, has Ali finished his homework? خلاري question mark. Okay. The teacher asked me if، هذا مفعل مساعد حولنا إلى if. Okay. هو مضارع تام حولنا إلى ماضي تام. Finished his homework. عندنا 11 هنا. Guys, does he wake up early? They ask her. نجيب هاي نخليها في بداية الجملة. They ask her. هاي does تنحذف ونخلي بدالها if ونكمل شيء ونحول هاي إلى الماضي ونكمل الجملة. أوكي. هاي أمثلة تقدرون تحلونهن وله الموضوع يراد لقعدة هذا قاعدة تامة. أوكي، موضوع الريغريت الندم. موضوع الريغريت الندم، واحد يسوي شيء يتندم عليه. أوكي، سوي شيء وتقول يا ليتني ما سويته، ما سويت شيء وتقول يا ليتني سويت. مرة سويت شيء ويصير مثبت، مرة ما سويت شيء ويصير نفي. أوكي، عند صياغة جملة الندم نستخدم واحدة من ذن، أما if only أو I wish. أوكي، if only هي أكثر قوة من I wish. نحول زمن الجملة، زمن الجملة مو جملة السؤال، زمن الجملة من ماضي بسيط إلى ماضي تام بعد الـ I wish أو if only. إذا كانت الجملة الأصلية جملة سؤال مثبتة يجب أن تصبح جملة ندم منفية هادن، وإذا كانت منفية يجب أن تصبح أوكي نحذف unfortunate. عند وجود جملتين تحذف الجملة الثانية التي تبدأ that's why أو now أو had. هاي القاعدة مالتهم I wish if only زائد فعل had hadn't زائد فعل بالتصريف الثالث I wish أو if only واحدة من ذن بعتها فاعل بعتها had أو hadn't. إذا كانت الجملة الأصلية مثبتة تسويها منفية، وإذا منفية نثبتها وفعل بالتصريف الثالث زائد تكملة الجملة. أوكي، نمبر 1 I went to the bed late، رحت للسرير متأخر. I missed the first lesson، يعني شلون فاتني الأول درس. قال لك use if only يعني regret ندم. تقول I wish تجيبها هاي. أوكي، جملة مثبتة بالماضي تتحول إلى ماضي تام. I hadn't والwent تصير gone، وضروري نحفظ تصاريف الأفعال، ما بيها مجال بالسادس لازم نحفظها. أوكي، I didn't يا زمن ماضي، I didn't study last subject ما درست آخر موضوع. قال لك regret تندم، تقول if only I had، هاي ماضي صارت مثبتة، if only I had study the last subject in my book. أوكي، ثلاثة I didn't bring my camera، ما جبت كاميرتي. شو تقول I wish
I had لين منفية صير مثبتة. I wish I had brought my camera. أربعة. If only I hadn't drink tea. أوكي. نجي نشيك هاي. Unfortunately عندي هاي بالجملة. شو يقول؟ لسوء الحظ أكل ثلاث قطع من الشوكولاتة. الجواب أتمنى لم أكل هذه. أوكي. Regret use if only. Unfortunately تنحذف. تقول I wish. جملة مثبتة تصير I hadn't eaten three bars of chocolate. أوكي. اثنين. Unfortunately he feels over during the race. That why he hadn't win. Use I wish. تجيب if only. تشيل هاي وتخلي بدالها if only he نزلنا هي hadn't okay fallen. ليش هاي تتحول الى التصريف الثالث وتكمل الجملة؟ okay. فقط تخلي I wish لو of only وتحول الجملة الى ماضي تام، واذا منفية الجملة الرئيسية تحولها الى مثبتة، واذا مثبتة تحولها الى منفية. هاي أسئلة علي بدون تحلونها. أوكي هاي مع الشرطية تم شرحها. هاي هنا إسقاطات. اوكي اركتيك اول وحده، انجينير، فلايت اتين، جورناليست، لافر، لايف جارد، مستعقرين، بايلوت، بلمبر، سباك، سكرتيري، سيرجيو، توتر، جايد، مستعقرين هناك سويناهن ماتش. اوكي هاي ايضا تسقيط مهم، هذا ما قريناه. I'm hungry. طبعا هذا التمرين مهم، هذا مهم اسقاطات، بس لين مساء قرينا. اوكي مهم هذا راح نقرا. سلوى works with the doctor. اوكي دايركتور اوف كومباني. سلوى تعمل مع مدير الشركه. شي رايتس اول هيز ليتر، تكتب كل مقالات. اند انسر ذا تليفون، وتجاوب على التليفون. شي از هي شنو؟ سكرتيري اللي هي سكرتير. كابتن يوسف هاز بين فراغ، طبعا هنا فور 10 ييرز ات ذا مومنت هي فلايز. شفت فلايز هنا عندي، هنا كابتن ممكن يكون كابتن مع الباخرة، بس من شفت هنا فلايز عرفت بايلوت، أو هي بس بايلوت، كابتن بايلوت هنا عندي. نمبر 3 جميل نيرلي دراوند يسقط at the beach بالنهر yesterday. Luckily he the lifeguard المسعف ساهم، لحسن الحظ المسعف شافه. Number four, who designed the amazing building? My uncle, he is famous architect. هو مهندس معماري. قرأت ترجمة بالعربي. My sister is tour guide. She takes tourists sightseeing. تقوم بهم سياحة. Have you read the article about okay in the magazine? It is by my aunt who is a journalist. اللي هي صحفية. Okay.
نجي هنا، هذا تسقيط مهم. I'm hungry. Let's have lunch in the college canteen. Canteen. Canteen اللي هي كافتيريا. So two, you will really enjoy studying here. All the staff are really friendly and helpful. So please fill this form. Write your name. Okay. Write your name here and all other details. So, what is your title? Okay. Is it Mrs. لا Miss Leorder؟ ما هو عنوانك؟ I would like to go to the computer course to improve my skill. I didn't know what to do after leaving school. ما أدري شو أسوي بعد مغادرة المدرسة. But one of my teachers gave me some very good advice. أعطاني بعض النصائح الجيدة. Okay. They didn't know which classes I should be in. So I didn't at least to find out what level in my English ways. Okay, Thmani. I can't get that job because I don't have the right qualification. ما عندي المؤهلات جيدة. I want to go to the university and get science degree. So I'm interested in the environment. I would like a career in ecology. Okay, هاي أيضا إسقاطات. وهذا هنا much أو مرادفات مهمة. Yearly annual. Okay. Things you put over ears to listen privately. Headphones. The books like room. Books like room. When interpreters work. Path. غرفة مترجمين. In a difficult situation, في موقف صعب, under pressure. Given an idea of the meaning, convey. Wanted and needed, مطلوب أو مرغوب, in demand. Employed out of a job. هاي قطعة سمير المحمود. بس I'm sorry. صورها بغير مقطع ثاني. واللي هنا خلصنا هذا اليونت بسلامة والحمد لله.